استحلفكم الله بالجلوس في بيوتكم. يمكن هذه العبارة سمعتوها كلكم من الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة، وهي نصيحة تحسون فيها حب لكن تحسون أيضا فيها حرص، وهي نصيحة علمية، وهي النصيحة الأفضل الآن للتعامل مع فيروس الكورونا عالميا. قد يكون فيروس الكورونا نقطة قوته مقارنة في بعض الفيروسات أنه ممكن انتشاره يكون أسرع، لذلك البقاء من المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ممكن يسلب هذا الفيروس من أهم نقاط قوته. فنرجو للجميع التزام بتوصيات وزارة الصحة الرسمية بالجلوس في المنازل وعدم الخروج إلا لحاجة أو لضرورة، وإن شاء الله تأكدوا هذه أزمة وتعدي، ودائما نقول يا ربي يحفظ الكويت ويحفظ أهلها.